مش بالتخين ولا بالرفيع ولا بالطويل ولا بالقصير، بكرة تشوفوا هيعمل ايه فيكوا الصغير. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اهدى. طلعت حرب، راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة يا عزيزي جايب لك حلقة، وهي بالطبع ايه ولا اي حلقة، يعني حلقة النهاردة يا عزيزي حلقة مطروشات ممنوعات، كل حاجة فيها يعني لدرجة ان ايه جميلة من الاخر يعني. بس قبل ما ابدأ الفيديو على خيرتي اللي عايزك كده تتكرم علينا وتعطينا ام لايك شارخ فيحصيح نايح، ولو انت جديد ولسه يعني ما اشتركتش في ام القناة انزل اشترك، عايزين نوصل ل300 الف، واعمل ام الجرس على الكل. يلا بينا نبدأ الفيديو على خيرة الله. وزيع يا ابن والدي، شكلي تثبت ولا ايه؟ ايه ده؟ محمود، ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي بتبصلي كده ليه؟ محمود، ايه ده يا محمود؟ لا ده عمود الكردان يا نستون يا حبيبتي، يعني العبي براحتك وقعد، يعني ايه اعملي اللي انت عايزاه، لان انت يعني المفروض ان خطيبها اللي بيصورها، يعني خطيبها بيصورها وهي بتلعب في العمود بتاع الستاند. يعني طبعا هي يعني مدمنة عمدان، فاذا انا يعني بحبها وبقيمها بالمية في المية عاش، وكل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزة استثنائية. ماشي، انها فعلا لبوة استثنائية. صاحب جدع يا صفح، هما مراوح احنا تكييف. على حق يا معلمين، انتو تكييف بس مش تكييف عادي، انتو تكييف مركزي، يعني ما شاء الله عليكم منورين الدنيا كلها، يعني ايه قدي الدنيا فنانين، اديكم 100% عش وكل الدعم ليكم يا بلاش. كمل زيع. لا هو في ابتكار، في ابتكار يالا عزيزي، وكل ابتكار وابتكار قد كده، يعني ما شاء الله عليها مبتكرة، هي مبتكرة يعني ما شاء الله عليها، يعني فأديها 100% عاش وكل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزة استثنائية ببلاش. إنها فعلا لبوة استثنائية. دنياكي كمان ارمي اوجاعك هتيها عن وجع ادم وابوه، على الوجع بتنامي وتقومي. يا ده انت بقصة كفاح غريبة يعني. طبعا يعني ما تخف شوية تاخدي هموم من الدنيا، يعني انت بتطلبي من الدنيا ليه تديك هموم؟ عشان خاطر الهموم كبرت قوي عندك، يعني يعني ربنا يعينك، ربنا يعينك على اللي انت فيها فنانة، واحنا في ظهرك وبندعمك كثيرا، اديلك 100% عاش وكل الدعم ليك يا بلاش، زائد جايزة استثنائية. ماشي، انها فعلا لبوة استثنائية. عايز تلعب مع الكبار قولي، انا ضربك وخليك لعيب. لما تقف قدامي وتتحداني ده انت كده بتخيبه معايا. خلاص بقى كله بيعيش وعامل قطع المعاشات واللي منها. نور يا جدي، يعني ايه ده؟ ايه ده يعني؟ مش للدرجات العلوية يا راجل، يعني خليها في المعقول، يعني انت ايه مخصم مع الجماعة ولا ايه؟ قالت لك ايه المعاش بتاعك مش مكفينا يعني وكده وخلعت ولا ايه بالظبط يا جد؟ يعني طبعا انا بحترم اي حد عايز يعمل موضة لخياله، ف 100% عاش وكل الدعم ليك يا بلاش. كمل زيع. جات الله مصلي على النبي، كل يوم بتديني حلاوة عن يوم، ايه فايدة الحلاوة الحلوة من غير ما حد يحل بيها يا ام كامل؟ ايه فايدة التفاحة الحلوة من غير ما حد يقطمها يا ام كامل؟ احنا هنستعبط ده، انت اتقرقشتي من طوب الارض يعني. ايه ده؟ ايه 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 الفن الجميل بتاع حضرتك ده؟ يعني ما شاء الله عليكي، عامله يعني كونكت جميل قوي مع الفيلم، يعني 100% عاش، 100% عاش وش يعني، نديها جايزه لا نوفرها للي بعديها. كمل زيع. انا
حقك يابا، حقك تكرف علينا يعني وتعمل فيديو وتخربها من حقك. ده معاه علبة ال ام احمر 98 جنيه، يعني انا لو منه البسها سلسلة. اديله طبعا 100% عشوة كل الدعم ليك يا بلاش اخويا البكت السايح الشاحن نايح، يعني كل الدعم ليه. كمل. تعالي تعالي تعالي. اوه فنان. ايه فنان انت داخل عاملة كده ليه؟ تعالي تعالي هنا. اوفن بقولك ايه، العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخروق. ايه يا عم المذيع الفرفوش انت، يعني انت يعني انت انت المذيع مش فرفوش، انت المذيع المطروش، يعني بتجيب الطرش لحد عندنا يعني ما شاء الله عليك بدون اي تعب واي مجهود منا يعني. فنكمل بس بقى بس خرات البصل ده. بس يابا هي الله. لا ركتك ايه؟ هذي هذي بس شكرا بس وقف. احنا كلنا موقفين يا مزعنا، احنا موقفين ومن زمان يعني كل حاجة موقفينها يعني. ان شاء الله عليك انت يعني وجودك في حياتنا يعني حاجة كبيرة يعني. اتمنى من اخواتنا في النيابة يعني يتوصوا بالراجل ده شوية يعني يعتبروه زي كروان، ما هو برضه كان في مطبخ وكانوا بيعملوا سكوبوكو يعني. فانا بدعمه كثيرا ان الراجل ده بيقدم لنا مطروشات حاجة زي الفل، فاديله 100% عش وكل الدعم ليه يا بلاش زائد جايزة استثناء. ماشي يلا. بلاش تقول ان انت مش وحشك عينيا، بلاش عينيك، بلاش غرور، والنعمة دي بتحبني وحتموت عليا. مادام طلبت ان احنا يعني نلف وما ندورش، قصدي نبطل نلف وندور زي ما بتقولي، فيعني صراحه يعني ما كانتش وحشان عينيك يعني حاجات كتيره قوي بتوحشنا غير العينين، لان احنا هنعمل فيها ايه؟ جدي كان طول عمره يقول لي غطي الوش والعب في العيش، يعني حاجات غريبه يعني. فانا بدعمك كثيرا، اديلك 100% عش وكل الدعم ليك يا بلاش زائد جايزه استثنائيه. ماشي. انها فعلا لبوه استثنائيه. يعني انت يعني انت جميل جميل عريس لقطة يعني، مبروك عليك يا نستون. يعني انا مش هتكلم كتير هيقولوا علي حاقد، لا انت وقعت في حاجة تلبقلك يعني. وطبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها نجيلك واحد زي ده يعني رياله نادر ها وقرنه جميل، فيعني تبقى حاجة يعني نادرة في الوجود، لان ده بيعتبر لبعض النساء مصدر رزق جميل يعني بيسيبها على كيفها تجيب مصاريفها يعني. ها 100% عاش وكل الدعم ليكوا يا بلاش زائد جايزة استثنائية. ماشي. قلبك عامر بالايمان. ايه ده إيه لسه متوضيه يا جدعان؟ شايف الطهاره بتبان بتبان يعني، ودي منشئه محتوى جميله وكلنا بندعمها 100% عاش وكل الدعم ليك يا بلاش. كمل زيع. طب وبعدين يعني انا يعني انا ممنوع عني الحلويات يعني، انا عموما ممنوع عني الحلويات يعني، بس لو كانت حلويات من النوع ده وهنروح فيها فاذا انا يعني ايه فداء لك يعني ما شاء الله عليكي. بس انا ليه يعني تعقيبه يعني بتنكتي نفسك بالاقلام ليه يعني؟ بس ايه فيه ايه يعني عارفين ان هو اصلي يعني ربنا خلولك ويخلي راس مالك، فاذا انا اديلك 100% عش وكل الدعم ليك يا بلاش. لا جوايز لا دي انا حبيتها. كمل زيع. انا بسالك مين الاقوى انا ولا انت؟ انا الاقوى. بس فيه انا بسالك مين الاقوى انا ولا انت؟ بس فيه كلنا فينا بساس يعني ما شاء الله عليك يا بلو. كل واحد ليه بس يعني انت فاهم. نكمل. بقول لك انا الاقوى. طب ركزي فيه انا الاقوى ولا انت ولا انا؟ لا ولا هم ولا هم برضو يعني يا ست ركزي فيه، خلينا نخلص الليلة اللي احنا فيها دي يعني ولا البتاع. يا بلو انا الاقوى. اسالك للمره الاخيره انا الاقوى ولا انت؟ انت الاقوى. ازاي؟ انا من لما سيت
قلت انا الاقوى، وما اللي قلت انا ذنبك قلت انت الاقوى. يا عم انت بتقول ايه بالله عليك؟ يعني انا يعني المفروض الراجل ده يحتاج له واحد مدبلج، يعني في فين فريق العمل يا بلو؟ يا بلو انت اصرف وقت لك فريق عمل عشان نفهم. لما كنت جنبي كنت بستجوى بيك، لما مشيت وبعدت مني ما بجيش لي يا ظهر وسند. يا بلو ظهر وسند فعلا، يعني انت ما شاء الله عليك يا زين ما اخترتي ده يعني مش عارف انا يعني ايه. انا ما بحبش اتكلم كتير، انا اديله 100% عش وكل الدعم ليه بلاش. كمل زيع، اوعك تحرق نفسك عشان حد، لان الناس في المصلحة معاك وفي الشدة روح وانا جاي وراك على الأوضة فنانة وانا جاي. يعني خلص بس الفيديو وان شاء الله يعني ايه نشوف المشوار بتاعك ده. مش دي بتاعت لا يا ميسي لا يا ميسي؟ ايه الدنيا نشفت بقى وبقينا نخش تيك توك وكبسوا ودعموا الشغل ده؟ يلا 100% عاش وكل الدعم لميسي يا بلاش زائد. يلا كمل زيع. ختم ايه بس يا فنانة اللي انا هبص فيه؟ يعني انت ما شاء الله عليك يعني حققتي حلم كبير قوي للشباب، يعني ما شاء الله عليك. زمان كنت انا يعني ايه كنت ضحية اللي هو بتاع ايه اضغط على اللينك والكلام ده وتشاهد اليسا بقميص النوب قبل الحذف واخش يضحك عليا، انت فاهمني؟ فانت حققتي لي حلم كبير يعني ما شاء الله عليك. ده الوحد وذكرى اليوم ما كان ليش حصل فيه، خد ده انا هاخد كل حاجة يا فنانة. يا فنانة ده انت يعني انا حاسس ان انا دخلت عليك الشيء غلط. النوع الفيديوهات الجميل اللي انت بتقدمهم يعني مش عارف اقول ايه. انت انا حسيت ان انا خدت كاس العالم يا فنانة، فيعني وجودك في حياتنا ده شيء عظيم، فانا اديلك 100% عاش وكل الدعم ليك يا بلاش، واحنا يعني ما بيهمناش زائد جايزة استثنائية. ماشي. انها فعلا لبوة استثنائية. ومن هنا يا عزيزي اوصل لنهاية ام الحلقة، عايزك لا تنسى ام اللايك الشرخ الفاح الساح النايح، ولو انت يعني لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي وما صعبتش عليك فادينا ام لايك، ادعمنا بمثل الانتساب، التلاجة محتاجة جبن احنا في اول الشهر، يلا خلا نزبط الدنيا. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم سلام.